بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى فقرة تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يلي غيكومبخوند. طبعا لازلنا مع هاد الصوت لو صون أو، وصلنا في آخر فقرة إلى هاد الكلمات كما نلاحظ: جو، تو لي جور، توجور، جو جو. ونستكمل مع ما تبقى من هاد الفقرات. إذا عندنا أن بو بيبي، أن بو بيبي. طبعا رأينا هاد كلمة بو كما قلنا مع لو بو شوفال، لو بو شوفال. ثم رأينا كلمة بو مع أن بو باتو، أن بو باتو. إذا هنا عندنا أن بو بيبي، إذا نتكلم عن رضيع جميل. في المذكر نقول بو، لكن في المؤنث نقول، في المؤنث نقول بال، لكن في المؤنث نقول بال. مثلا لا بال في، مثلا لا بال في. ان بو بيبي. ثم لو باتو فا سور لو. اذا regardez ici on a un bateau qui va sur l'eau. Alors le bateau va sur l'eau. الباخرة تسير فوق الماء. Ensuite, on a René a écrit au tableau. René a écrit au tableau. René أنه كتب. طبعا كما تلاحظون عندنا le participe passé الخاص بفعل écrire. On a le participe passé du verbe écrire précédé par l'auxiliaire avoir conjugué au présent. إذا عندنا لو بارتيسيباسي ديال فعل إكخير. طبعا كل فعل عدو بارتيسيب خاص به لا يتغير إلا في بعض الحركات، إلا في بعض الأحرف في الأخير. مثلا في المؤنث نضيف أ، في الجمع نضيف أس، ولكن عندما يصرف الفعل مع إطخ مثلا. إذا في حالات، إذا غوني أ إكخي، إذا هاد لو بارتيسيباسي مسبوق بهاد لوكسيليير أفواغ مصرف في البريزون. طبعا لو فيرب افوار في البريزون نقول جي تيا إل ا روني ا، روني ا اكري. ثم نضيف هاد لو بارتيسيباسي فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل اكخير. اذا روني ا اكري، روني انه كتب او طابلو في السبوره. ثم بيبي جو، بيبي جو. هنا عندنا لو فيرب جوي ما معاه حتى شي مساعد. طبعا هنا ستانطون سامبل، اي زمان هذا؟ طبعا سالو بريزون. اذا هنا بابي يلعب الان، اما هنا فعندنا غوني انه كتب في الماضي. اذا بابي جو الرضيع يلعب افاك اون بيتيت اوتو. اذا الرضيع يلعب مع سياره صغيره، لعبة على شكل سيارة. بيبي جو افيك اون بوتيت، افيك اون بوتيت اوتو. بيبي جو افيك اون بوتيت اوتو. غران بير، غران بير ا توجور ان شابو. غران بير، غران بير ا توجور ان شابو. اذا الجد هو عنده دائما ان شابو. طبعا نتكلم هنا عن كلمة توجور يعني دائما. غران بير، غران بير، غران بير ا توجور. طبعا توجور عنده واحد اس في الاخر، كلمة تكتب هكذا ا توجور. اذا هو عنده دائما ان شابو، ان شابو. في الاصل هنا غران بير ا ان شابو. اذا هاد افوار تتفيد الملكيه، هاد افوار اللي عندنا هنا راه هي هادي، هي هادي، هادي جا من بعد منها فعل، فولا هاد افوار والتي تحسب مساعد، لان الهدف عندنا هنا هو نتكلموا على لو فيرب اكخير فعل كتابه. غوني كتابه او طابلو في السبوره. لكي نقول بأن غوني كتب تنسجلو
لو بارتيسيباسي الخاص بفعل إكخير تنسبقو ب لوكسيليغ أفواغ، تنصرفو طبعا مع الضمير اللي كاين. هنا بحالا تنقولو إل أ، إل أ إكخي، إذا هو كتب، إذا غوني أ إكخي، غوني كتب. ولكن هنا عندنا أ جنب بعد منها اسم، فهنا غتفيد لينا الملكية، غون بيغ أ. إذا الجد عنده أن شابو، عنده طربوش. طبعا نضيف توجور، غون بيغ أ توجور أن شابو، إذا الجد عنده دائما طربوش. ثم بابا فا تو لي جور أ سون بيرو، لاحظ الفرق هنا، بابا يعني الأب أو أبي، فا تو لي جور يعني هو يذهب كل الأيام. ممكن نقول فا توجور يذهب دائما، مع بعض الفرق في المعنى طبعا. إذن هنا عندنا فا تو لي جور يعني هو يذهب كل الأيام، أ سون بيرو، أ سون بيرو إلى مكتبي. فوالا سي لو بيرو، بابا فا تو لي جور أ سون بيرو. ثم عندنا روني اي مالاد، روني اي مالاد، إذا روني هو مريض. روني فا أ ليكول أ فيلو، إذا بخوميامون روني فا أ ليكول أ فيلو، إذا روني ذهب إلى المدرسة أ فيلو على الدراجة. روني فا أ ليكول أ فيلو، إذا روني ذهب إلى المدرسة. كما نقول هنا روني يذهب إلى المدرسة أفيلو يعني على الدراجة. إذا المقصود هنا بأن روني ذهب إلى المدرسة على الدراجة. أليكول وفي المدرسة، إيل جو على بال، إيل جو على بال هو يلعب بالكرة. إذا رأينا هاد، رأينا لو فيرب جوي، رأينا لو فيرب جوي مع بيبي، بيبي جو افيك اون بتيت اوتو. ثم قلنا قبلها جوجو انا العب. اذا هنا عندنا إل جو ا لا بال هو يلعب بالكرة. إل كور ا دروات ا غوش إل صوت، اذا هو يجري. طبعا عندنا لو فيرب كورير، اون لو فيرب كورير. il court à droite هو يجري الى اليمين، à gauche الى اليسار، il saute هو يقفز. اذا غوني ذهب الى المدرسه اولا بالدراجه، ثانيا في المدرسه هو اخذ يلعب الكره، هو اخذ يلعب الكره. à l'école il joue à la balle، il joue à la balle. il court à droite à gauche il saute، إذن هو يجري إلى اليمين إلى اليسار ثم يقفز. إذن كان يجري إلى اليمين، كان يجري يمنة ويسرة، وكان يقفز، هذا هو المقصود. À l'école il joue à la balle، il court à droite à gauche il saute، il saute. ثم il a chaud، طبعا هو سيصبح ساخنا. il a chaud هو عنده حرارة أو عنده سخونة كما نقول. إل أشو إذن هو ساخن، بمعنى آخر هو أصبح ساخنا. إل بوا دولو روبيني، إل بوا دولو روبيني، إل بوا دولو روبيني، إذن هو يشرب من الماء من الصنبور، في الصنبور، من الصنبور. إل بوا دولو روبيني، إذن هو يشرب من الماء في الصنبور، من الصنبور. طبعا كما قلنا سي لو فيرب بواغ، سي لو فيرب بواغ هذا فعل شرب. كما راينا جو بوا دولو انا اشرب من الماء. إل بوا دولو او روبيني. ثم إل أبي ترو دو، إل أبي ترو دو هو شرب
الكثير من الماء. لاحظ هنا، هنا عندنا إيل بوا، هذا لو بريزون، تصرف الفعل ديالو بوحدو، طبعا غادي تغير مع الضمائر. نقول جو بوا، تي بوا، إيل بوا، نو بيفون، نو بيفون، هكذا صرف فعل بواغ. فو بيفي، فو بيفي، أنتم تشربون. إيل بواف، إيل بواف، هم يشربون. هنا عندنا الحاضر، تيتصرف الفعل بهذا الشكل. لو بريزون ستان طون سامبل، زمان الحاضر هو زمان بسيط، الفعل تيتصرف بوحدو، ماشي زمان مركب بحال هنا. هنا عندنا لو باسي كومبوزي ستان طون كومبوزي، هو زمان مركب، مركب من لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. مثلا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بواغ اللي هو بي، مسبوق بلوكسيليغ. إذا عندنا هنا أفواه في البريزون، إل أ بي، طبعا بي هو لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل بواغ، خاصنا نعقلوا عليه. نقول جي بي، أنا شربته، تي بي، أنت شربت، إل أ بي هو شرب. Nous avons bu, vous avez bu, ils ont bu, ils ont bu. إذن هذه بي تتبقى مع طول الصرف. Il a bu هو شرب trop d'eau، الكثير من الماء. ثم le soir في المساء، le soir في المساء، il est malade، il est malade هو مريض، il est malade هو مريض. Il va au lit، il va au lit، إذن هو ذهب، هو ذهب إلى السرير، طبعا سيذهب إلى السرير لينام. il va au lit. pauvre René، pauvre René يعني يا غني الفقير، المقصود هنا غني المسكين، غني المسكين. إذن تقال هذه الكلمة من باب الإشفاق على الشخص، إذن نقول pauvre René. إذن نعيد هنا، un beau bébé، le bateau va sur l'eau، René a écrit au tableau، bébé joue avec une petite auto، grand-père a toujours un chapeau، papa va tous les jours à son bureau، papa va tous les jours à son bureau، René est malade، René va à l'école à vélo، à l'école il joue à la balle، il court à droite، à gauche، il saute، il boit de l'eau au robinet، il a bu trop d'eau، il a bu trop d'eau، le soir il est malade، il va au lit، pauvre René. ثم عندنا jeu de lecture silencieuse، لعبة القراءة الصامتة، exécuter l'ordre donné، exécuter، طبعا exécuter هي نفذ، ولكن le verbe exécuter طبعا الانفينيتيف كما تنشوفوا ما مصرفش، بقى عندو هاد او ار. اذا exécuter تنتكلموا على فعل نفذ، ملي تنخليو بهاد او ار ما تيكونش مصرف مع حتى شي ضمير. ولكن هاد الانفينيتيف كما راينا في فقره الصرف انه تتكون عنده معاني كثيره، بحال هنا ممكن انه يفيد الامر، ممكن يفيد الامر. اذا اكزيكوتي لوردر دوني، كما نقول هنا تنفيذ الامر، كما نقول هنا تنفيذ الامر المعطى، الا تعطاك واحد الامر خاصك تنفذه، اذا تنفيذ الامر المعطى. طبعا لوردر كما رأينا فيما سبق ممكن يعني الترتيب، ترتيب الأشياء، ميطي لي ليتر اون اوردر، ضعوا الأحرف في ترتيب، لكن هنا عندنا لوردر المقصود به الأمر، إكزيكيتي لوردر دوني، إذا تنفيذ الأمر المعطى، المقصود هنا نفذوا الأمر الذي سيعطاكم هنا. إذا نأخذ الأمر الأول، ferme le livre، ferme le livre، ferme le livre،
اغلق الكتاب. إذن عليك أن تغلق الكتاب. Voilà, moi je ferme le livre. إذن نقول ferme le livre. إذن تقول لشخص ferme le livre. اغلق الكتاب. ثم lève le bras gauche. ارفع الذراع الأيسر. Lève le bras gauche. طبعا هنا عندنا لو فيرب فيرمي، هنا عندنا لو فيرب لوفي، وكلهم مصرفين في لامبيراتيف. لامبيراتيف هو الامر، اذا هو زمان موجود في اللغه الفرنسيه يسمى لامبيراتيف، يعني الامر. اذا نقول ليف لو برا غوش، ثم ليف لا جامب دروات. ليف لا جامب دروات، اذا ارفع الساق الأيمن. lève la jambe droite. ارفع الساق الأيمن. ثم ouvre la porte. ouvre la porte. ouvre la porte. افتح الباب. ouvre la porte. افتح الباب. تطلب من شخص تقول له ouvre la porte. افتح الباب. ثم monte sur le banc. مونت سور لو بون، اصعد فوق الكرسي الطويل. اصعد فوق الكرسي. مونت سور لو بون. ثم ديسين سور لو طابلو. ديسين سور لو طابلو. ديسين سور لو طابلو. ارسم على السبورة. كان ممكن يقال هنا تخاس سور لو طابلو، ايضا تعني ارسم على السبورة. تخاس نستعمل لغة تخاسي، ولكن تخاس بحال تنقولو حنا بالدارجة أنك تتراسي. تتراسي ممكن تراسي مربع، تراسي دائرة، تراسي خط، إلى غير ذلك. ولكن ديسين هذه تتعني أنك ترسم. جو ديسين أن كوطو، جو ديسين أن شامو، جو ديسين باغ إكزومبل أن شامو، أو بيان جو ديسين أو بيان جو ديسين أن بيغو، إن أوطوموبيل، إلى غير ذلك. ما غنرسمش أنا خط أو دائرة أو مربع، بل سأرسم أشياء. إذا هنا نتكلم على لو فيرب ديسيني. إذا نقول هنا ديسين سور لو طابلو. باغ إكزومبل ديسين إن بوم سور لو طابلو. ارسم تفاحة على السبورة. ديسين أن كوطو سور لو طابلو. ارسم سكينا على السبوره. اذا نتكلم هنا على لو فيرب ديسيني، ماشي بحالو بحال لو فيرب تخاسي. صوت تخوا فوا. صوت تخوا فوا. اقفز ثلاث مرات. اقفز ثلاث مرات. صوت تخوا فوا. اقفز ثلاث مرات. اذا طبعا كما قلنا هنا عندنا لو فيرب فيرمي، هنا عندنا لو فيرب لوفي، هنا عندنا لو فيرب لوفي، هنا عندنا لو فيرب اوفغيغ، هنا عندنا لو فيرب مونطي، هنا عندنا لو فيرب ديسيني، هنا عندنا لو فيرب الي. فا على فونيتر. فا على فونيتر. فا على فونيتر. اذهب الى النافذة. فا هنا عندنا طبعا لو فيرب الي. فا على فونيتر. اذهب الى النافذة. ثم un pas en avant. un pas en avant. un pas en avant. خطوة إلى الأمام. خطوة للأمام. un pas en avant. كما رأينا فيما سبق مع la danse. saute trois fois. saute trois fois. اقفز ثلاث مرات. saute trois fois. اقفز ثلاث مرات. إذا عندنا هنا لو فيرب صوتي. إذا نستأنف مع هذه الفقرات في القيم القادمة إن شاء الله. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.